بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. معكم أستاذ سالم أبو زهرة من متوسطة آفاق السويدي. إن شاء الله النهاردة هنكمل المحاضرة اللي بدأناها في المرة اللي راحت، درس ميل الخط المستقيم. والنهاردة هنقدر نجيب ميل الخط المستقيم باستعمال نقطتين. تعالى كده، احنا خدنا قبل كده انه يمكن ايجاد ميل المستقيم باستعمال احداثيات نقطتين عليه، اللي هي سين واحد صاد واحد وسين اتنين صاد اتنين، على الرسم المستقيم المار بالنقطتين سين واحد وصاد واحد. اهوت ازاي يا استاذ نقدر نجيب الميل من خلال نقطتين؟ والله يا استاذ انا عندي القانون اهوت، قانون الميل، ولازم يتحفظ، مهم جدا جدا. فرق الصادات اللي خدناه قبل كده على فرق الايه السينات، بس النهارده هنقول بقى صاد اتنين ناقص صاد واحد على سين اتنين ناقص سين واحد. يبقى لازم في مسألة ميل الخط المستقيم اللي بتيجي مهمة جدا جدا في الاختبارات، تعالى كده ما ناخد مثال. اوجد ميل الخط المستقيم المار بالنقطتين واحد وتلاتة وتمانية وسبعة. ممكن في الامتحان يجيب لك الرسمة وممكن ما يجيب لكش الرسمة، بس انت بقى فاهم من خلال قانون الميل اللي هو صاد اتنين ناقص صاد واحد على سين اتنين ناقص سين واحد تقدر تجيب الميل. انا عندي النقطة الاولانية دهيت اللي دي سين واحد صاد واحد، وهذه سين اتنين صاد اتنين. يبقى انا عندي صاد اتنين بكام قدامك؟ بسبعة. يا ريت تكتب فوقها كمان، هنا تكتب هنا سين واحد فوق الواحد، وفوق التلاتة نكتب صاد واحد، وفوق التمانية نكتب سين اتنين، وفوق السبعة نكتب صاد اتنين. تعالى كده اما نقول القانون تاني مرة تانية، صاد اتنين ناقص صاد واحد على سين اتنين ناقص سين واحد. صاد اتنين زي ما احنا مرقمنا عليها اللي هي سبعة ناقص صاد واحد اللي هي تلاتة، على او تحت اهوت تمانية اللي هو سين اتنين ناقص سين واحد اللي هي بواحد. طيب سبعة ناقص تلاتة كم يساوي يا استاذ؟ ها اربعة، وتمانية ناقص واحد يساوي سبعة. تعالى كده اما ناخد كمان سؤال بيقول لك اوجد الميل الخط المستقيم المر بكل نقطة من النقاط الاتية. ادي اتنين واتنين وادي خمسة وتلاتة. طيب ادي الاتنين ديت اللي هي سين واحد صاد واحد سين اتنين صاد اتنين. اول حاجة نكتب القانون اللي هو صاد اتنين ناقص صاد واحد على سين اتنين ناقص سين واحد. طيب ادي تلاتة ها ناقص اتنين اللي هي صاد اتنين ناقص صاد واحد على خمسة ناقص اتنين. خمسة ناقص اتنين يساوي تلاتة ناقص اتنين واحد، وخمسة ناقص اتنين تلاتة. تعالى هنا برضو هنكتب القانون، لازم مهم كتابة القانون، مهم جدا جدا في درس الميل يا شباب. لازم في لما تيجي تحل مسألة الميل الفرق بين في النقطتين، يبقى لازم يا أستاذ نكتب القانون أول شيء خلاص، ونبدأ نعوض من خلال النقط اللي فوق. يلا صاد اتنين اللي هي بكام؟ ها قدامك سالب تلاتة ناقص ها صاد واحد اللي هي بواحد، وانزل تحت اللي هي سين اتنين اللي هي بصفر ناقص سين واحد اللي هي بكام؟ بسالب اتنين. طيب هنا اهوت صفر ناقص سالب اتنين، هنا اهوت سالب تلاتة ناقص واحد، سالب سالب ياخد اشارة ونجمع اللي هي ايه؟ سالب تلاتة ناقص واحد اللي هي سالب اربعة على سالب اتنين سالب سالب اتنين اللي هي اتنين، لان السالب سالب يصير موجب. طيب سالب اربعة قسمة اتنين اللي هي بسالب اتنين خلاص. تعالى كده اما ناخد مثال برضو تأكيدا، كده تقريبا فهمنا كل شيء. القانون يا استاذي اللي هو صاد اتنين ناقص صاد واحد على سين اتنين ناقص سين واحد. صاد اتنين بكام قدامك؟ برضو سالب اتنين. اما تيجي بقى تحط السالب حق القانون، تحط بقى صاد واحد اللي هي بسالب اربعة تحطها في قوس افضل علشان ما تلخبطش معاك الاشارات. هنا هو سين اتنين اللي هي سالب تلاتة ناقص افتح قوس سالب سبعة خلاص. سالب سالب اربعة اللي هي موجب اربعة، وسالب اتنين موجب اربعة اللي هي باتنين، وسالب سالب سبعة اللي هي موجب سبعة، سالب تلاتة موجب سبعة اللي هي بتساوي اربعة. طيب في تبسيط هنا يا استاذ؟ ايوه في تبسيط على الاتنين فوق وعلى الاتنين تحت، يبقى الجواب نص كده.
أوجدنا الميل من خلال نقطتين للخط المستقيم. أشكركم على حسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وإلى لقاءات أخرى إن شاء الله.